سالي سالي، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو، كنتلاقاو اليوم فيديو ديال الترتيب والتنظيم بين قوسين، فيديو ديال نجمعوا الروينه ديالنا. دونك بصراحه البنات البيت عندي كيشطح وكينطح، ما نعاودلكمش، كاين واحد الروينه اللي خياليه، غادي نوريكم كلشي. دونك اول حاجه، الا كنتو باقيين ما اشتركتوش في القناه، فاول حاجه غادي تشتركوا في القناه حيتاش ما بقى والو، نوصلوا 10K، وتفعلوا زر الجرس باش اي جديد نحطو يوصلكم نتوما الاولين. دونك صافي، دابا لقيتوني انا عاد يلاه جيت للدار كنشوف باغا مشي تخدي شي لعيبات كانوا خاصيني. صراحه البنات راكم عارفين دابا مع الصهد وبزاف د الحوايج لو كور ديالي، ولو كانوا دولي واحد الحبيبات بحال ديال اش نقول لكم، واحد الحبوب وفي نفس الوقت بحال شكل قديمه، ما عرفتش شنو مناش. دونك يلاه لقيتوني جيت خديت شي برودوي شي حاجات وصافي. هادشي اللي كان، ان شاء الله نشارككم معكم فيديو جاي ونشارككم معكم في انستغرام. وصافي هادشي اللي كان. دونك اول حاجه غادي نقلب لكم الكاميرا وندخل لكم الباب باش تشوفوا هادشي اللي قدامي دابا، وديك الساعه نتلاقاو. فوالا ها نتوما، ها هي الروينه ديالي اللي كاينه هنايا. ديجا هنايا الحويجات، حيتاش كاينين شي حوايج يلاه تصبنوا وشي حوايج يلاه بغيت نصبنهم، وكاينين اللي بغا نديهم المصبانه بحال هاد الجليبات هادو هادشي. وها هي الروينه ديال بصح البنات اللي عندي انا. دونك هنا راه ديجا جيت وحطيت هكا، خديت هاد البانيويات هادو وجمعت فيهم لي برودوي ديالي وداكشي، باش هكا يجيوني ساهلين ملي نكون كنمسح فيهم ونرجعهم. هاد البلاصه هادي حتى هي فيها غير ديما هاد الصندوق هذا كيكونوا فيه العجائب. دونك هادي هي الروينه البنات ديال بصح النيت وعاد المجوره. شوفوا شوفوا هانتوما شوفوا. دونك صافي هادشي اللي كاين. ديك البلاصه اللي هي اللي كتبان لكم رافه، تما حاطه فيها دوك السكن، حيتاش البلاصه اللي كنت حاطه فيها السكن ديجا ديت فيها الفوطات وداكشي، نحطهم هما تما حتى نشوف شي بلاصه اللي غنديرهم. هنايا شي لعيبات كنت خديتهم الفلوهماغ باقيين بصراحه كاع ما جبتهم. وهادو اللي كنت ديجا شاركت معكم البنات شحال هادي ديال فيكتوريا سيكريت، والله يلاه دابا غادي نحيدهم من هذا ديالهم، من الخشة ديالهم. بزاف ديال البنات كيقولوا لي حقا نسيت ما قلتش لكم على ود هاد البارفان ديال لوكور هادي ديال فيكتوريا سيكريت، كيقول لك لا راه كاينين بحالهم ديال 30 درهم سي فغي، راه كاينين بحالهم، ولكن راه الاصليه راه هما هادو، هادو هما الاصليين كيكونوا ديال فيكتوريا سيكريت، الثمن ديالهم راه باين فهمتوا. وعاد كاينين دوك العاديين اللي بحال عندي دابا نوريهم لكم. دونك صافي بقى لي دابا هادشي هذا غنشارك معكم كيفاش غنجمعوا. هادو البنات بجوج خصهم يمشيو للزبانه، داكشي علاش ما غادي نطولهم ما غادي ندير لهم حتى شي حاجه. هانتوما شوفو كيبان داكشي كثير، ملي كتجي طويل ما كتبقى حتى شي حاجه، داكشي اللي خاصو يتصبر راه ديتو لهيه. وهادو اللي غادي نرجعهم في ماريو وصافي. دابا حيت ليزار والتكايات وكاع داكشي اللي كان في الناموسي، وغادي ندي النيت دابا هادشي نديرو في لا ماشين يتصبن، هو وهاد الملايا وهادشي كامل باش نحيدهم دابا. ولي الزربيات حتى هما غنحيدهم دابا، هادو وهادي اللي لهيه، ونطلعهم حتى هما للسطح باش يتمشوا مع الوسيدات. بما ندير انا داكشي تصبن ضروري خصهم حتى هما يطلعوا يتمشوا ويتاسوا. كنتم هنايا باش يضربو واحد الهواء هكا حتى هما يتنفسو شويه، والزربيات حتى هما راه كيتكرملو شويه، شوف في ديك الحراره عندها كيكشفو. هادو درت داكشي ديال المكياج اللي كنستعمل، وغادي نخليهم هنا قراب باش فيما نبغيهم زعما نلقاهم كدا. وهنايا جمعت
درت في هاد الشبيكه هادي درت هنايا هاد الكوماس هذا الناس انا اللي كنقاد فيه البنات شحال واعر هذا نيري راه ما نعاود لكم شحال كيقومي وداك الشيء حتى نقول لكم شنو دايره فيه دونك صافي جمعت هنايا هاد الشيء هذا في هاد الشبيكه وغادي نحطو هنا وحطيت هنايا الزيت ديال الكوك المهم هاد الشيء اللي كنستعمل هكا في الدوش وهكا كيجيني هنا قريب هنايا عندي حتى لو جينيتوين حتى هو غنحطو هنا هذا هو اللي ما كنستعملش دابا اما حاليا كنستعمل غير ديال اوريفلام اللي ديجا شاركت معكم هما السيكه اللي كنستعمل ديما حطيتهم هنايا قراب بقات هاد البلاصه باقي واحد ثلاثه ديال السيكان كبيبرين هما اللي غادي نحطهم هنايا وخلاص دوك السيكان اللي هكا اللي كيكونوا صغيورين راه ديجا مقادهم بلاصتهم شوفوا البنات هنايا في هاد المجارات هادو اللي كنحط فيهم الملابس الداخليه درت هاد الايبات هادو كنشاركش معكم شحال هادي كنت خديتهم بخمسة درهم هكا ديال رونجمون كتجمعوا فيهم الحويجات ديالكم وبصراحه زوينين بزاف وكيبقاو الحويجات ديالكم منظمين بصراحه باقي خاصني شي وحده خصني نزيدها هنايا باش يلاه يكفاوني دونك هادو دابا غادي نرتب فيهم الحويجات ديالي وديك الساعه نوريكم انتما شوفوا الطريقه ديالي كيفاش كنظم الحويجات ديالي هاد العيبات هادو البنات والله الا ننصحكم انكم تاخذوهم حيت شواعين بزاف وكي هكا كيرتبوا لكم الامور يعني كتولي عندك سهله غير كتجي كطوي وكتحطيها في البلاصه ديالها دونك انا استفدت الملابس الداخليه وهنا درت الفيطات ديالي اللي كنستعملوا داكشي وصافي وكيجي بحال هكا يعني منظمين ومزوينين اي حاجه كتحتاجوها كتلقاوها البنات هادو ديال فيشي سالت لي هادي وعاودت خديت هادي حتى هي حيت بصراحه وزوين زوين هذا البنات بزاف واعر خصوصا يعني دابا في الصيف كيطفي لينا دوك الحرائق اللي كيكونوا في وجهنا ننصحكم انكم تاخذوها دونك دابا غنحيدو هادي ونخليو الجديده اللي بقات دابا البنات جات الوقيته ديال الجفاف غادي نجفف ونحيد الغبره ونسيق الدنيا مزيان وديك الساعه نرجع لكم واخيرا واخيرا صافي دابا جفيت صافي الدنيا البنات كتشقشق في ريحه جافيل وديك الريحه ديال جافيل اللي كتكون هكا ديال النقا وداك الشيء المهم دابا الدنيا صافي راه نقيه دابا غادي ندوزو نقادو هاد لولي هذا حتى هو ندير ليه ليزاف ديالو وداك الشيء دوك الطبعات اللي هي كيبانوا لكم مابغاوش يتحيدوا الا كانت عندكم شي فكره قولوا لي حيت كنت كفحت تما واحد القرعه ديال الزيت وبقات لي ديك الطبعه هكاك تما المهم انا هبطت هاد الوسيدات هادو بالحق ما هبطتش الاخرين حيت ملي كندير هاد ليزار هذا اللي كيكونوا فيه غير جوج تكايات صافي ما عندي علاش ندير دوك الكبار غير كيشدوا لي لاسباس دونك غادي نقادو دابا ليزار فوالا اخيرا ساليت وتساليت صافي دابا كلشي مقاد هاد لي طابيتا هما راني هبطتهم قبيله ما كنتش وريتكم ملي كنت كنقاد فهادا ديجا كنت ساكت معكم اللعيبه اللي كنرش عليه ديما ديال جافيل وداكشي بالحق يلاه صبنتو دابا شي سيمانه هكاك داكشي اش ما صبنتوش هنايا ديجا تما مسحت كاع هادشي نقيتو البنات نيت التلفازه حتى هي حيت من الغبره دونك صافي تما درت رينغ لايت ديالي ودوك الحويجات اللي خديت من فلورمار ومن بارافارماسي باقي خليتهم تما حتى نفتحهم وبغيت نديرهم فواحد ستوري في انستغرام وصافي دونك ها هو هادشي هنا مقاد قبيله ديجا وريتكم المجوره فوالا هنايا درت لي برودوي ديالي اللي كنحتاج للدوش داكشي اللي كنحتاج مثلا شامبوان بان دوش هنايا داكشي اللي كنبغي من مورا الدوش السيرومات لو جيل انتيم اللي ما كنستعملش دابا هذاك اللي هي البنات واحد شامبوان ضد تساقط الشعر مي غادي نستعملو غادي نقول لكم حيت انا عطاه ليا الطبيب وخديتو من الفارماسي وفي هذا المجير هذا درت داكشي ديال الماكياج لي تروس ديالي ديال الماكياج المهم هادشي ديال لي زاكسسوار ديالي اللي كندير الذهبات يا اختي وصافي الباليت وداكشي المهم هنايا كاع داكشي اللي كنستعمل هنايا واحد لي برودوي تما يلا شريتهم باقي ما فتحتهمش هنايا دايره لاجوندا ديالي هنايا البنات فين كنكتب لكم الافكار وداكشي اللي كنحط لكم فلاش يعني اختي لا تقولوا زعما بيان سور
وصفينا البروسات، المهم كاع هادشي اللي كنحتاج للمكياج كنحل هاد المجر وكان نخربق في وجهي. دونك صافي لي برودوي حتى هما راني ديجا استفدتهم معكم. هنا لي بارفان اللي كنستعمل حاليا دابا هما هادو، صافي هادو هما اللي زوينين وصافي هادشي اللي كاين. انا رجعت لكم عرفتي البنات، والله الا عييت تخيلوا شناهي عييت عييت صافي. راكم عارفين هاد الشقه وهادشي هذا كيعي، خصوصا يعني الفوق، وراكم عارفين الصهدره اليوم كان شي 40 الحراره، تخيلوا معايا 40 الحراره وكنصور وديك الرينغ لايت ضربه ليا على الوجه ديالي وهكا وهكا عرفتوا زعما باتري فابل فابل فابل. دونك صافي هادشي اللي كاين دابا ساليت وقديت كما راني ديجا وريتكم. مهم كلشي مقاد كلشي صايبتو وراني كنكثر كنكثر بالعرق، ضروري خصني نمشي نضربها دابا بشي دوش وبشي حاجه اتقلب الكاميرا. وقلت لكم والله الا البنات زعما اللي كتفرج في هذا الفيديو هذا وبيتها ملون وزعما ما منظماش وهكا هكا غير نوضي حيدوا العكس، دابا راكم عارفين غير العطله، خصوصا دابا مع ما كاين حتى شي سفر ما كاين حتى شي حاجه في هاد الايامات الاولين ديال الزيار وديال بحال هكا، يعني ما كاين ما يدان ما كاين ما يدان، الواحد ينوض يتلها غير في بيتو وغير في حوايجو، يبقى غير يطوي يبقى غير يخربق ويجمع ويستف ويرون وصافي. وحنا ندوزو هاد العطله هادي ما بقى والو ما بقى والو، عرفتو كنتفكر باللي ما بقى والو، القرايه بقات شي شهر ونص، ولكن ماشي مشكل ثاني غادي نعاودو نرجعو تاني للروتين ديال القرايه ونرجعو تاني للروتين الفياق بكري بكري المشري وداك الشيء. المهم البنات بلا ما نطول عليكم الهضره، دابا غادي نمشي نضرب بواحد الدوش يكون موح يكون زوين واعر باش نحيد لا فاتيك وداك الشيء، وديك الساعه نرجع لكم وبقاو معايا. او وهنا رجعت لكم، عرفتو شنو ضربت واحد التدويشه ديما ملي كندويش كنقول لكم عرفتو شنو ضربت واحد التدويشه واعره البنات بزاف، لقيت شي ساعه هنا في الدوش واخا في هذا الليل هذا. دونك صافي البنات من بعد ما دوشت دهنت وجهي هكا واحد شويه باش ما نبانش الصفره في الكاميرا، بصراحه دهنا غير واحد شويه هنا دايره زنانيكا وداك الشيء حيت هاد التليفون عندي انا كيبين الملامح وكيبين داك الشيء يعني شي غلط نولي نخلعكم هنا. ايوا صافي هادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون عجبكم، وبصراحه كنغبر عليكم حيت ما كنعرفش شنو نحط لكم البنات، ما كنبغيش نبقى غير نلوح اللوح، كنبغي نحط لكم شي حاجه اللي تكون يعني تفرجوا فيها وتستمتعوا ولا تفرجوا فيها وتستافدوا ولا تفرجوا فيها وتاخذوا شي فكره، ماشي غير ندير فيديو صافي طاحت عليا ندير هادي صافي ندير هادي، يعني ديما كنبغي نحط لكم شي حاجه. انا بعدا ما كنحط الفيديو يعني شحال من مره كنصور شي فيديو كندير ليه المونتاج وما كيقنعنيش، كنقول والله ما غنحطو كنمسحو ديك الساعه حيت كنبغي ديما نحط لكم شي حاجه اللي تقنعني انا الاولى، حيت انا ما كانش عاجبني انا شي فيديو فكيفاش نتوما غادي يعجبكم. دونك داكشي علاش كنتعطل لكم، وداجا المذكره اللي وريتكم قبيله عرفتوا اي فكره البنات كتجيني في راسي كنكتبها وكنقول هادي خصني نشاركها معكم. دونك دابا البنات غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي ديجا في انستغرام البنات كيقولوا لي انا شاركي معنا شي سبراي ديال لوكوخ اللي تكون رخيصه. دونك كما انا كنت شاركت معكم فيديوهات اللي قبل شاركت معكم هذه ديال فيكتوريا سيكريت، هذه البنات بصراحه ريحتها واعره والثمن ديالها يعني زايد، ملي قلت لكم الثمن ديالها بزاف الناس قالوا لي قولي لينا البديل ديالها. بصراحه يعني الا بغيتوا شي ريحه اللي زوينه ديال الصيف فغادي نقول لكم تاخذوا هذه، دونك ها هي ديال جوي ديال ديور. مهم هي الريحه يعني باش كتشبه هذه ديال جوي ديال ديور، دونك هذه البنات اش نقول لكم ريحتها واعره واعره بزاف وتوضات لي الغريقه ديالها، ولكن راه ما يمكنش ريحتها شي حاجه اللي زوينه غير هي اش نقول لكم يعني ملي كترشوها لوكوخ ديالكم كتبقى كتولي خفيفه كترز ديك الجهد اللي فيها وكتولي البارفان ديالها خفيفه وزوينه زوينه بزاف. دونك هاد البنات هي زعما نقدر نقول لكم تاخذوها بديل بالفيكتوريا سيكريت، وديجا كاينين هادو لي سبراي ديال فيكتوريا سيكريت اللي مزورين وفيما مشيتو غتلقاهم، ولكن جربت منهم وحده تسالات ليا ديك الوحده الا لقيت صورتها نحطها لكم هنا، تسالات لي هذيك حتى هي ريحتها زوينه بزاف والثمن ديالها تخيلوا شحال 30 درهم، 30 درهم تعطروا الحيمه ديالكم الحويجات ديالكم داكشي ديالكم وكتبقى الريحه البنات زعما زوينه. انا بصراحه بحال هاد الحويجات الرخاص وهادشي هذا كنبغي ديما نشاركو معكم حيت اش عارفه حنا كاملين عزيز علينا الرخا البنات، يعني كناخذو شي حويجات غاليين ولكن ديما كنبغيو نطيحو على دوك الهميزات والزعيتات وداكشي. دونك صافي هادشي اللي كاين شعري بدا كينشف ليا غنمشي دابا ندوز عليه بالشاشوار، وصافي هادشي اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، غرو بيزو ليكم كاملين.